بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحانات محطة مهمة في حياة الطالب وبالنسبة إلى الأسرة أيضا، وفترة استثنائية يعيشها الطرفان، فكيف يتعامل معها كل منهما؟ هل هناك حلول عملية للتخفيف من أعباء الامتحانات عن الطلاب؟ أيضا، ما هو دور الأسرة في توفير البيئة المساعدة لهم؟ هل تواكب الأسرة نظام التقييم الجديد من المجلس الأعلى للتعليم؟ ما هو دور المدرسة في التقليل من تعقيدات الامتحانات؟ هذه الأسئلة وسواها نطرحها في حلقة الليلة من برنامج الشور. لكن دعونا في البداية نرحب بضيوفنا الكرام. أولا، الأستاذ خالد الحرقان، مساعد مدير هيئة التقييم في المجلس الأعلى للتعليم. حياك الله أستاذ خالد. حياك الله. كما أرحب كذلك بالأستاذ غلوم عبد الله، صاحب ترخيص مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين. حياك الله يا أبو عبد الله. كما أرحب أيضا بالمدرب القطري، مدرب التنمية البشرية، الأستاذ حسين السيد. حياك الله أبو عبد الرحمن. أعزائي المشاهدين، يعني أيا كان موضوع الامتحانات أو مجاله، فإن لهذه المحطة بالذات رهبتها وصعوبتها بالنسبة إلى الطالب، لأن الطلاب هم محور العملية التعليمية وهدفها. فإننا نبدأ بهم هذه الحلقة من خلال تقرير صغير نستمع فيه إلى بعض آرائهم المتعلقة بمرحلة ما قبل الامتحانات. الامتحان هو اختبار يحدد الطالب اجتهد وثابر في مراجعة دروسه، والطالب اللي أهمل وتكاسل في المراجعة، وتحديد مصير. الطالب اللي اجتهد إن شاء الله بتفوق ويأخذ درجات العالية، والطالب اللي أهمل في دروسه يمكن يرسب. الامتحانات هي طبعا كل شيء، هي أساس النجاح والرسوب، هي اللي بتميزنا عن الطلبة الآخرين إذا أنا كنت متميز عنهم أو لا، هي اللي بتحدد مستواي، هل أنا راح أنجح أصلا أنقح السنة الجاية أو لا، هي اللي راح يكون كل جهدي بيكون فيها طبعا بعد الدراسة. عندي مشاكل الخوف قبل الامتحانات، أشعر بالخوف. هو خوف صراحة، وفيه خوف خفيف شوي يكون بعد قبل الامتحانات. أنا أنصح إنهم يدرسوا من الكتابين، لأن الامتحانات شوية بتكون صعبة، وفي بعض الطلاب يصير عليهم بعد أصعب زيادة لأن ما حد شي يدرس شوي، إذا درسوا يعني بيكون أسهل، واللي ما يدرس بيكون أصعب. لا أنا ما خاف إذا أنا دارس أول بأول ومراجع. أنا ما عندي خوف، عندي قلق قلق، لكن إن شاء الله بشيل هالقلق وبضغط على نفسي في الدراسة في البيت من الكتابين، بضغط على نفسي وإن شاء الله أجيب درجات عالية. أنا أصلاً ما أخاف من الامتحانات، أنا دارس أول بأول من بداية السنة، بس اللي مو بدارس اللي بيخاف منها، أنا ما أخاف. أنا أطلب من الإدارة تكون سهلة علينا، ما في أسئلة من برا، وتكون كل أسئلة مفهومة، ويكون وقت الامتحان محدد. أطلب من المدرس أن يوصل لي معلومة صح. أطلب منه كمان توفير بيئة هادية في قاعة الاختبار، مرات كان يكون في إزعاج وهذا تأثر كثير على الطلاب، وزيادة يعني الوقت مثلا نص ساعة تقريبا. أطلب من الإدارة أنهم يزيدون الوقت في الامتحان، لأن بعض الطلاب ما يقدرون يخلصون الامتحان في الوقت المحدد. أطلب من الأهل أن يوفر لي بيئة مناسبة في البيت، أن توفر لي القلامة والأماكن المناسبة حق الدراسة. أطلب من الأهل أنهم يوفرون الهدوء بالبيت وعدم الإزعاج. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، خواتي المشاهدات، من جديد. كما أشرنا في مقدمة التقرير، الامتحان محطة صحيح صعبة بالنسبة إلى الطالب. ما هي الصعوبات أو أهم الصعوبات التي تواجهه في مرحلة الاستعداد للامتحان؟ ما أهمية التقييم التربوي الشامل الذي تطبقه الآن هيئة التقييم سنويا؟ هل تراعي عملية التقييم التربوي الشامل حالة الطلاب في فصل الصيف الذي تكون فيه الحرارة مرتفعة جدا؟ هذه الأسئلة وغيرها بنطرحها أيضا على إخواننا وعلى أساتذتنا الموجودين داخل برنامجنا، برنامج الشور. لكن في البداية خلونا نبدأ مع الدور الرسمي الذي تلعبه هيئة التقييم في المجلس التعليم، يعني في مسألة الامتحانات والاختبارات.
استاذ خالد، ما هو الدور تلعبه هيئه التقييم كهيئه تابعه للمجلس الاعلى للتعليم في مساله الامتحانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اشكرك استاذ در على اختيارك هذا الموضوع الحيوي والمهم، خصوصا ان احنا نعيش الان فتره اختبارات الباقه الثالثه والتقييم الثالث للاختبارات التقييم التربوي الشامل وايضا الاختبارات الثانويه العامه، ومقبلين على اختبارات الدور الاول. استعداداتنا في المجلس الاعلى للتعليم من خلال هيئه التقييم يمكن السنه هذه بديناها مبكر جدا، على اعتبار نعطي نوع من الوضوح لكل ابنائنا الطلبه عن اليه تقييمهم او الاختبارات اللي بيمرون فيها، وايضا الميدان المدرسي. نتكلم السنه هذه صار عند الاخوان اصحاب التراخيص والطلبه سياسه تقييم واضحه محدده فيها ضوابط التقييم، مواعيد التقييم وما سيقيمون فيه. نتكلم السنه هذه الحمد لله رب العالمين تم وضع جدول مواصفات للاختبارات، يعني المدرسه ما عادت تحط اختبارات قد تكون غير موزونه او شيء من هذا القبيل. الاختبارات لازم انها تكون تحاكي الاختبارات الوطنيه التقييم التربوي الشامل او اختبارات نهايه العام الدراسي بالنسبه للثانويه العامه. فهذه أمور يعني أنا أعتقد وضع جدول المواصفات بحيث أن الطالب يتعود على الاختبار، ما يفاجأ باختبار مدرسي، والاختبارات الخارجية اللي تيجي من عندنا من هيئة التقييم مغايرة تماما، فالطالب يصير عنده ردة فعل. الأمور هذه كلها صار تدريب عليها، صارت لقاءات، أخذت أيضا آراء الإخوان أصحاب التراخيص كانوا مشاركين معنا في سياسة تقييم الطلبة، وأيضا تم تدريب الأخوان المنسقين والنواب الأكاديميين على مسألة جدول المواصفات. أنا أتصور يعني وضوح الرؤية بالنسبة للطالب وصاحب الترخيص وولي الأمر في سياسة التقييم له من بداية العام الأكاديمي لعلها إن شاء الله تسهم في مسألة تخفيف القلق او الضغط عند الطلاب. اضف الى ذلك يعني لم نكتفي بهذا الدور فقط، المساله مساله حريصين انه يكون عند شلون نساعد ابنائنا الطلبه على رفع المستوى التحصيل الاكاديمي عندهم بالشراكه مع الاخوان ايضا اصحاب التراخيص من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم في تحليل نتائج الاختبارات التقييم الاول والثاني، ومن ثم طلب منهم ايضا وضع خطط علاجيه على اساس ان شلون نرتقي بمستوى الاكاديمي لابنائنا الطلبه من تقييم الى اخر. فانا اتصور يعني الحراك اللي صار السنه هذه في مساله بدءا من وضع سياسه تقييم مرورا بجدول مواصفات ووضع خطط علاجيه كلها بحيل الله وقدرته راح تسهم في مساله يعني تهدئه قلق وحدة الاختبارات، وراح تسهم إن شاء الله في نتائج تحسين نتائج أبنائنا الطلبة بحول الله وقدرته. أستاذ غلوم، تعقيب على كلام أستاذ خالد يعني أو إضافة، أنتم كأصحاب تراخيص وناس تعملون في الميدان التربوي كيف تنظرون إلى سياسة التقييم بشكل عام اللي هي موجودة الآن حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور مثل ما تفضل أستاذ عبد الله أستاذ خالد، أنه لما تتضح الرؤية منذ بداية العمل بشكلها وتفاصيل العمل وتواريخ محتوى وكله بشكل دقيق وموزون، يكون الكل على علم وعلى بينة بهذا الأمر من بدء العام الدراسي، سواء طالب، معلم، الإداريين، ولي الأمر، الشريك المهم عندنا، والطالب كذلك. فلما يكونوا على بينة بهذه الإجراءات أولا بأولا ومسبقا ومنذ بدء العام، فالأمور تهون وتسهل. التقييم بشكل عام ليس من أجل التقييم بحد ذاته بقدر ما هو التقييم من أجل معرفة مدى وصول الطالب إلى جودة التعلم حسب المعايير الوطنية القطرية. في الحالة هاي احنا نقيس، بس إنما نقيس من أجل الامتحان نفسه، ويكون الطالب يعيش بهذا الجو اللي يسمونه مرعب. ما أظن، لأن الامتحانات في المدرسة المستقلة أصبحت امتحانات مقننة سهلة ممتدة. الامتحانات عبارة عن قياس الأداءات الطالب، ممكن تكون امتحانات في كل حصة تقريبا، في بعض القياسات اللي هو نهاية كل حصة يتعرف الأستاذ على مدى فهم أبنائه في الصف لأداءاتهم أو لما درس لهم في هذه الحصة بالذات.
فممتد اصبح الامتحان سهل بالنسبه لنا. انا اشوفه في المرحله في المدرسه المستقله عكس زمان اللي كانت سالفه، وفي بعض الدول سالفه الثانويه العامه والتوجيه العامه وهذا الارباك وسهر البيوت. وهي متى ادى الطالب في السنه الدراسيه بشكل عام ما هو متطلب منه، سواء في كل حصه ادائه واهتمامه في الحصه، تحضير الحصة التالية، دراسة ما سبق، أخذه في الحصة السابقة، وأخذ الامتحانات بجدية واضحة، مجموعة تراكمات هذه الدرجات الامتحانات هاي تؤدي إلى طالب في آخر السنة الأمر عنده سهل. الطالب اللي يؤدي واجب على أكمل وجه ويحترم أنه دور الأساسي هو طالب ودور الأساسي التحصيل الجيد من أساتذته، يبدو لي أن تكون الامتحانات سهلة جدا ومنتهى السهولة حتى. شو رأيك أستاذ حسين؟ يعني هذا رأي اللي في الميدان، بس أنت أيضا كولي أمر ومدرب أيضا تنمية ذاتية ولك أيضا اختلاط بعدد من الطلاب. بعض الطلاب يقول لا أنا بدل ما كل يوم أو كل أسبوع قاعد أسهر، لا يجيني اختبار أو اختبارين في السنة، وحتى تخف حدة القلق عند الطالب. أنا ما أتكلم على الأهل، الأهل إن شاء الله راح نتكلم عنهم في محور آخر، لكن الطالب نفسه، هل فعلا تراكم الامتحانات مع بعضها البعض يخفف حدة القلق عند الطالب؟ زي ما قال الأستاذ، هو الأستاذ غلوم يتكلم من ناحية تربوية، من ناحية تراكم الدرجات، تجميع الدرجات سهولة، لكن من ناحية نفسية. أنا أعيد تماما اللي يقول الأستاذ غلوم، فعلا احنا الحين في عندنا ثقافة ان الامتحانات معناتها خوف، معناتها قلق، معناتها انا لازم احاتي، لازم البيت يصير فيه مثل استنفار مش عارف ايش، الناس كلها تبدا تخاف. ليش؟ لان اتوقع في اشياء سابقه ادت الى ذلك. يدخل المدرسه ترى امتحانات، ها لحد يلعب، لحد صار عندنا خوف رهبه الموضوع. اذا كان الموضوع اسبوعي مثل ما يصير في كثير من الدول الغربيه، اسبوعي او كل اسبوعين، ترى خلاص الواحد يتعود. يقول عندي كويز بعد اسبوعين، خير يا طيب ما في شيء، يعني لا جديد عنده. صار الموضوع هذا، راحت الرهبه، راح الخوف. واحنا حتى في احيان في بعض الدورات التدريبيه نسويها، نقول لهم عندنا اختبار، يجون خايفين، بعدها نسوي اختبار ثاني، اختبار ثالث، اختبار رابع، الولد خلاص الشخص الناضج الكبير يروح عند الخوف، يقول خلاص ما 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 عندنا نخاف. هذه اتوقع سياسه حكيمه، سياسه جيده. والان ايضا تخلصنا من موضوع انه في امتحانات وطنيه وفي امتحانات عاديه، في امتحانات حق المدرسة وفي امتحانات حق ناس ثانيين. هذا الازدواجية، هذا الاختلاف عند بعض الطلاب، عند بعض الفهم. أنا أذكر إن وأفهم إن هم حريصين إنهم يقدمون شيء مميز، ولكن هذا الاختلاف اللي كان يوصل حق الطلاب بدأ يتلاشى، وهذه أيضا نقطة أخرى إيجابية إن شاء الله قاعد تصوب في الاتجاه الصحيح. زين، أنت إحنا قلنا في مقدمة الحلقة أن الامتحان هو عبارة عن محطة صعبة بالنسبة للطالب، أين تكمن فعلا صعوبة الامتحانات فيها أو كمحطة يعني صعبة؟ اول شيء خلينا نتفق، هل هي محطه صعبه ولا لا؟ ليش احنا اصلا نخاف من هذا الموضوع؟ يعني في كثير من الاحيان الاختبارات مرتبطه باشياء سابقه عندنا. يعني انا اذكر كنت دخلت في الجامعه، في جامعة احد الجامعات، فدخل عندنا دكتور فيقول يا جماعه اللي يبي الف الف لله، اللي يبي باء باء لي انا، انتوا لكم الجيم والدال. ايش اللي زرع عندي وانا طالب جامعي؟ ايش زرع عندي؟ إحباط لن تصل إلى الأي، وأن الامتحانات شيء صعب. ليش ما أقول لك كلكم قاعدين تأخذون الأي؟ إذا ما قدر يأخذ لا بأس، ولكن أنت ما حطت له أي حواجز. هذا جزء من عملية صعوبة الامتحانات، المعلم بعض الأحيان المعلم صحيح يزيد في تفخيم صعوبة مادته. نعم. مثل الكيمياء والرياضيات والخلاف، يقول لك هذه مادة صعبة ولا يمكن اجتيازها للطالب المجتهد جداً، ويحط هذه العقبات. هذا جزء من صعوبة الامتحانات، ومن جزء من حتى يعني سوء نتائج بعض الطلبة. أمر آخر يمكن قد يكون ارتباط الامتحانات خاصة في بداية الطفولة حق الأطفال أو الأولاد في البداية الابتدائية، نجح تأخذ ما أدري إيش، ما نجحت ما يبدأ الدرجة المطلوبة ما بتأخذ الاتقال. ليش إحنا قاعدين نربطها بهذه الأشياء؟ محفز إيجابي وسلبي وقاعدين نخوفه. ممكن يكون طريق أبسط كثير، ما نحسس إن هي المحطة الأساسية. إذا لن تنجح لن نتقدم لن كذا، يعني كل هذا خلينا نخفف الموضوع، نبسط الموضوع. أنا خلني أوضح شغلة إذا اسمح لي أستاذ درع في مسألة القلق. القلق صح قد يكون في السابق القلق موجود، لكن إحنا نتكلم اليوم الطالب
من الاختبارات اللي تحدث داخل المدرسة، خلينا نقول الاختبار الأول والثاني والثالث، بدأ الطالب يتعود على نوع الاختبار موجودة الآن على موقع المجلس الأعلى للتعليم، نوع بأسئلة تجريبية هي تحاكي الاختبارات الوطنية أو اختبارات الثانوية العامة، يعني ما عاد الطالب يفاجأ بأن اختبار ما تعود عليه. احنا يعني العمل اللي نشتغل فيه داخل المجلس الأعلى للتعليم ومع الأخوان أصحاب التراخيص، الجهد اللي يبذل في كيفية أن نعزز عند الطالب ثقته بنفسه. أنت الاختبار موجود، الاختبار ممكن يصير يقيس عندك الحصيلة العلمية اللي عندك، أنت أوريدي الطالب أو عفوا المدرس قاعد يبذل جهده لك على أساس تمكينك من الأمور هذه. ما عادت الأمور مثل ما تفضل الأستاذ سيد في مسألة الاختبارات الوطنية، الفهم المغلوط اللي كان موجود عند الكثير من أولياء الأمور والطلاب بين الاختبارات الوطنية والاختبارات المدرسية. على أساس كذي احنا نقول السنة هذه الحمد لله رب العالمين تجاوزنا المرحلة هذه، أصبح الاختبار الوطني أصبح الطالب عارفه، هو عنده 4 اختبارات خلال العام الدراسي، الاختبار الوطني التربوي الشامل هو جزء من اختباراته، اللي يعتبر هو بمثابة الاختبار الدور الأول. لم نعزل الطالب عن مسألة أنه هو يدرس مثلا حروة الشهرين وقلنا أن أنت عندك اختبار، وعلى مدار الأسابيع في الأيام المدرس قاعد يعمل له اختبار يقيس فيه مدى استعداد الطلاب ومدى حاجتهم لمثلا دروس إثرائية، مدى الحاجة على التركيز لبعض المعايير اللي قد الطلاب فيه شيء من الصعوبة. الاختبارات تحكيم الاختبار مثل ما تفضل الأستاذ غلوم، بعض المدرسين قد يكون في السنوات السابقة يعطي شيء من التضخيم أو من الصعوبة بمكان في الأسئلة. الآن الأسئلة ما عادت الأمر بهذا التصور، الأخوان أصحاب التراخيص عارفين المدرسين اللي عندهم القدرة بوضع الأسئلة، الأسئلة لابد أن المنسق المادة يشارك فيها، النائب الأكاديمي وصاحب الترخيص. بعد هذا الأمر تحول الموضوع على أساس أن إحنا أيضا كمجلس أعلى للتعليم نعطي الدعم المطلوب للمدرسة، تحكم هذه الأسئلة، أنا أتكلم الداخلية من خلال هيئة التقييم من خلال الأخصائيين، يعطيك شيء من الاطمئنان أن فعلا الأسئلة تحاكي كل مستويات الطلبة، هي متوافقة مع الاختبار، أصبح الطالب ما عنده ذاك القلق. يعني ما وكأن الاختبار أنه هو رايح للمجهول، لا، تعود الطالب، انعملت له اختبارات مثلا تجريبيه، عارف شكل الورقه الاختباريه اللي بتجي، هاي انا اعتقد كلها تساعد ان شاء الله بحير الله وقدرته في تخفيف حده الاختبار. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول الى فاصل قصير نذكركم بالتواصل معنا لتقديم المبادرات والحلول وطرح المواضيع من خلال العناوين التي تشاهدونها الان على الشاشه. مداخلاتكم نقدرها وسناخذ بها. أما الآن فنذهب إلى فاصل على أن نواصل بعده سعينا لإيجاد مبادرات، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، أهلا بكم من جديد. يعني إحنا أستاذ غلوم أنا بسألك أيضا سؤال، أنتم كمدرسة إيش هو الدور اللي تلعبه المدرسة كهيئة إدارية وتدريسية وأخصائيين نفسيين موجودين في المدارس في تهيئة الطلاب للاختبارات، سواء اختبارات التقييم التربوي الشامل أو حتى الاختبارات المدرسية، من خلال طبعا أقصد اللي هي النماذج وأوراق العمل وزي ما تفضل الأستاذ خالد الآن حتى الاختبارات المستمرة اللي هي موجودة. المدرسة تبذل كل الجهد لتهيئة أبنائها للامتحانات، لكن دون خلق ذلك الجو المتوتر أنه عندنا امتحانات والفترة هذه. صحيح يمكن للحين احنا متعودين على السابق أنه في جداول وفي أزمنة محددة وفي أيام محددة، لكن الأعوام الأخيرة احنا الامتحانات أيام تمدرس، يعني ممكن الطالب يقدم امتحانه ويكمل اليوم الدراسي، قد يكون إما مادة جديدة أو أنه ما سوف يحتوي الامتحان القادم في اليوم الثاني مثلا. المدرسة تهيئ السبل كلها بأنه الطلبة ذولي يتدربوا على الامتحان، نتيجة تدربهم اليومي في كل حصة على هذه الامتحانات في الكوزات البسيطة الصغيرة ومن ثم الوحدات ومن ثم امتحان التقييم الأول والثاني والثالث وهكذا.
فالطالب ملم، وبنك الأسئلة حاليا مثل ما تفضل أستاذ خالد موجود على تقريبا أقدر أسميه بنك، يعني مجموعة الأسئلة المراجعة سواء الامتحان الوطني أو خلافه عبارة عن بنك. هذه البنوك أو هذا البنك موجود والأسئلة متوفرة، الأسئلة كلها مشاع بين يد الطلبة، جملة الأسئلة هي كلها المعايير الوطنية أو مجموعة المعايير اللي بيدرسها هذا الطالب في هذا العام. فالإعداد المرتبط بالوجل والخوف والتوتر نوعا ما احنا كمدارس حاليا قاعد نوعا ما نبتعد عن هذا الجو اللي احنا قاعدين نحاربه او نقوم بدراسة هذا الجو الشديد التوتر والرعب. فتهيئ المدرسة بشكل عام قبيل الامتحانات الأساسية مثل التقييم الأول والثاني والثالث الطلبة بحيث انهم مراجعات خاصة، اوراق عمل في داخل الحصة، مراجعة سابقة لمجموعة مهارات او خلافه في داخل كل حصة، يعني استلم مجموعة اجزاء من معايير سابقة من اسبوعين مثلا، ارجع مثلا اخذ جزئيات بسيطة في كل حصة، الى ان يصبح الطالب ملم وداخل واقف على تراك على سكة الامتحان ومهيئ له. الجو العام في المدرسة جو سليم صحي، ما لازم يكون في هذا التوتر مثل ما سبق وأسلفت وقلت، ما أيضا لازم نخلق هذا التوتر في بيوتنا. بعض الأحيان الأسر تخلق هذه التوترات لدى الأبناء، أنه يقارن هذا النجل بأنه إذا ما جبت ألف أو ما جبت مثلا درجات عالية مثل ولد عمك ولا مثل أخوك اللي خلص من المدرسة. هذه المقارنات أيضا لازم أن الأسر تبتعد عن مثل هذه المقارنات اللي في قدرات، يعني الطالب هو أخوه ما يكونون بقدرة واحدة بأي شكل من الأشكال، وأنتم ما شاء الله جميعنا تربويين نعرف أنه الأبناء لديهم فروق فردية واضحة جدا في داخل الصف الدراسي، وهناك أيضا توجه في داخل المدرسة المستقلة في الاهتمام جدا بهؤلاء الطلبة ذو الفروق الفردية سواء ذو دعم إضافي أو المميز جدا أيضا بحاجة لدعم إضافي. المدرسة تقوم بتسهيل السبل للأبناء حتى يكونوا مهيئين للاختبار كل قبل. أستاذ خالد ذكر الأستاذ غلوم نقطة اللي هي أيضا تثار في المجتمع الطري الآن اللي هي مسألة التمدرس في أيام الامتحانات. من أي جانب أنتم درستوا هذا الموضوع؟ بعضهم يقول أنا الآن امتحنت ليش بعدها أجلس حصة رابعة وخامسة وسادسة خلاص ما عاد لي نفس وكذا من الكلام هذا اللي هي ثقافة طبعا موجودة. صحيح النقطة هذه احنا فعلا مثل ما تفضلت يعني قد تكون ثقافة، علشان كذي احنا نقول ايام الاختبارات الداخلية اللي نسميها اللي سواء التقييم الاول والثاني والثالث، وبالنسبة للشهادة التقييم الاول والثاني هي تأتي ضمن ايام المدرسي العادي، ما عندك ذاك القلق اللي يقول انه لابد ان انت تقدم الاختبار وتعود الى بيتك. بكل اريحية تقدر تقدم اختباراتك تم تهيئتك لك له على مدار مثلا المعايير اللي درستها خلال شهر او شهرين ضمن مواعيد محدده وانت تعرفها سلفا، وتقدر تكمل يومك الدراسي بكل اريحيه. بالعكس وجود الطالب، انا اتصور وجود الطالب ضمن يومه يوم التمدرس العادي، اما اذا استشعرت المدرسه بان الطلاب عندهم شيء من الضعف وهم محتاجين تهيئتهم، انا لما اكون داخل مدرستي وبقريب من المعلم لو كان عنده أي قلق أو عدم فهم لأي شيء أقدر أتواصل مع المعلم مالي ويقدم لي المعلومة اللي أنا أحتاجها، عكس لما هذه أكون في البيت. يعني مسألة أن قلق أنه والله أنا وجودي في المدرسة راح يضيع علي، لا وبالعكس، يعني تم مراعاة أن الاختبارات الداخلية تبدأ ما تبدأ من الحصة الأولى على اعتبار يعني ظروف المواصلات، وقد يكون على أساس أنه أيضا نبعد مسألة الارتباك والرهبة عند بداية اليوم الدراسي مثل ما تفضلت. أنا أعتقد ترى خلنا نأخذها بعد مسألة التوتر والقلق، لعل يكون هو يعني أنا ودي أن أولياء الأمور والطلبة يستخدمونها كجانب تحفيزي له، كشيء إيجابي بحيث أنه محفز للنجاح والتفوق بحيال الله وقدرته. حسن مشاهدينا الكرام، لا يكفي فقط زي ما ذكروا الزملاء الكرام، لا يكفي الاستعداد الجيد للطالب للتخفيف من الضغوطات التي تسبق مرحلة الامتحان، لأن المدرسة أيضا تلعب دور كبير في تحضيره ليعبر بهدوء هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي. نبدأ المحور الثاني من حلقتنا اليوم عن الامتحانات والتقييم بتقرير قد يسهم في إلقاء بعض الضوء على هذا الجانب التعليمي.
المعرض هو حقيقة فادنا حتى قبل لا ينتهي، لأن احنا عرفنا بالمدرسة وبال بإمكانات المدرسة والخدمات اللي تقدمها المدرسة للطلاب. حقيقة في إقبال وايد وايد حلو، كثير من الناس راح تشوفهم عندهم إقبال على المدارس جميعها، يحاولون يشوفون التميز في كل مدرسة ويحاولون حتى يفاضلون ما بين مدرسة ومدرسة أخرى بتميزها. والله هذا المعرض بدل ما كان في زي ما نقول عملية إنه محصورين المدارس في المنطقة الجغرافية، فتح عيون أولياء الأمور والزوار اللي عم بيجوا عندنا على مدرستنا، لأنه العالم كانت في السنوات الماضية معتمدة على إنه المنطقة الجغرافية، يعني بتعرف مدرسة مدرستين حسب المنطقة اللي هي فيها. الحقيقة الخطوة بالنسبة لهذا المعرض خطوة جميلة جدا وجديدة وأيضا جريئة، ومن خلال هذه الخطوة الجميلة سوف يكون هناك تبادل للخبرات، أيضا سيكون أيضا ملتقى تعارف بيننا وبين المدارس الأخرى والزميلات الأخريات، نتعرف على إنجازات بعض المدارس الموجودة هنا، نتعرف أيضا على إنجازات المدارس الخاصة ليس فقط المدارس المستقلة، فهذه خطوة جدا جميلة وسوف تمنحنا للمستقبل إن شاء الله بأننا نكون منجزين بأكثر وأكثر إن شاء الله. في جوانب اجتماعية أكثر يعني استفدنا فيها في المعرض، تعرفنا مدارس مع بعض، حتى المدارس الخاصة صار بيننا تبادل خبرات. أول مرة يعرفوا عن الأكاديمية، فكانت هذه كفكرة جديدة بالنسبة لهم، في ناس اوريدي عارفين عن المدرسة عن الأكاديمية، فكان الإقبال كبير جدا من خلال المهرجان، ونشكر المجلس على التعليم اللي ساعدنا أيضا بمساندة الجمهور للوصول للأكاديمية، لأنه الأكاديمية اسمها معترف فيه أو معروف، ولكن لا يوجد أي اتصال بيننا وبينهم، وكانت هذه الفرصة مناسبة لأن تعريف الجمهور عن الأكاديمية والدور اللي تقوم فيه بتوفير الفرص التعليمية للشباب، أيضا لتوفير الفرص القيادية وصقل مهاراتهم القيادية. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين خواتي المشاهدات بعد هذا التقرير. يعني قبل ما نتكلم أستاذ أو قبل التقرير كنا أيضا نتكلم عن القلق وعن دور المدرسة، لكن أيضا حقيقة بعض الطلبة يشتكي أن المعلم قد يكون هو سبب في صعوبة الامتحانات، يعني بإدخال القلق هو على بعض الطلبة، ترى الامتحان صعب، ترى إذا ما درست ترى بيجيكم الامتحان صعب، ترى أنا مالي مسؤولية، ترى كذا كذا، كيف ترى ذلك؟ إذا كان الطالب هو محور العملية التعليمية أنا أبصم بالعشرة أن نجاح العملية التعليمية مبنية على هذا المعلم، نجاح المعلم وتميز المعلم واجتهاد المعلم هو سر نجاح أي عملية تعليمية، مهما كان الطالب مجتهد ولكن ما في معلم قاعد يوصل المعلومة بطريقة صحيحة، ما قاعد يدعمه، ما قاعد يشجعه، ما قاعد يحفزه، لن تجد العملية التعليمية تمشي بطريقة جيدة. نعم كنا نواجه هذه الأشياء سابقا، الآن يعني بعد ما صارت امتحانات بشكل دوري كل أسبوعين كل ثلاثة كل شهر امتحانات، ما عاد الحين طلب عنده ذاك الخوف، ولكن أيضا احنا في هذا المنبر من هذا المنبر ندعو المعلمين إخوانا المعلمين إن هم رسل هذا العلم في هذا المجتمع، إن أنتم لكم دور مهم، تشجيعكم تحفيزكم دعمكم لأبنائنا سر نجاحهم. إذا أنا استعرض أي حين إخوانا المشاهدين والمشاهدات اللي يسمعونا ويشوفونا أقول له أنت ليش تحب المادة الفلانية؟ في كثير من الأحيان مجرد يتذكر المعلم الفلاني اللي كان أو المعلمة اللي كانت هي وراء هذه المادة. يعني بعضهم قد يحدد مساره حتى عشان صحيح. أنا أحب مدرس الرياضيات صرت مدرس رياضيات. صحيح. ومباشرة تعطيك تجيك قائمة من المدرسين اللي كنت تحبهم وتعزهم وتحترمهم صحيح. وانت شجعت لدخول مثل ما قلت تخصص معين مادة معينة بناء على هؤلاء الأشخاص. يعني البنت تقول لي أحب رياضيات وايد، قلت لها ليش ما متحبين رياضيات؟ قالت المعلمة ما أدري إيش تمدح فيها ومجتهدة، تقول أنا بدخل هذا التخصص كذا لحابة المادة.
تحب المادة بناء على هذا المدرس المجتهد المخلص. المعلم أساس العملية التربوية والتعليمية بشكل قاطع. يعني المعلم حاليا أصبح دوره ليس دور الموسوعة أو وعاء التعلم وعاء المعلومات، إنما أصبح مسهل للمعلومة، يساعد الطالب، يسهل له، يوجهه، يهيئ له السبل، يعطي له الإمكانات، يوجه إلى الجهات معينة، يوجه على النت، يوجه على مصادر تعلم. أصبح المعلم هو مايسترو لكل العملية. لذلك بعض الأحيان أستاذ غلوم يسمى الميسر. الميسر نعم. المعلم أسسياتر نعم. مسهل جدا لهذا الأمر ولم يعد هو الموسوعة فقط هو مصدر المعلومة وهو مصدر كل شيء. وموضوع القلق وخلق القلق أيضا ممكن يكون المعلم سبب لهذا القلق. القلق نوعين، ممكن يكون محمود وممكن يكون أيضا قلق مذموم. المحمود أنه ممكن والله يبي يرفع من شأن الطالب، يطلع الأول على الصف أو عنده رؤية مستقبلية، يدخل على سبيل المثال كلية الطب كذا أو كلية الهندسة الفلانية. هذا قلق يخليه يرفع من دافعيته أكثر ويبذل جهد أكثر. والقلق المذموم من القلق المرتبط بخوف من الامتحان وفقط من أجل الامتحان وخايف في الحالة هذه. مجموعة القلق اللي جاية أيضا من الأسرة، اللي الأب ممكن يقارن بأحد، ممكن يطلب منه زيادة عن قدراته، ممكن يكون راسب هذا الطالب عنده قلق أيضا قلق. بس عبد الله أنا أتصور يعني الإجراءات اللي تمت السنة هذه معاكم في مسألة أن لإزالة هذا النوع من القلق أو على أساس أنه يطمن الطالب، يعني من التحليل اللي قاعد يصير من بين بعد كل الاختبار وجود خطة علاجية ووقوفكم على مثلا هذا مدرس يدرس هذا الصف وبالضبط سواء كانت عند المعلم او عند الطالب. هي اول سنه استاذ خالد طبق هذا بالضبط يعني 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 تقريبا يعني احنا كمدرسه لنا فتره طويله احنا نقدم نتائج، لكن هذه اللي تكلم عنها استاذ خالد. بس احنا السنه هذه بعممناها بالضبط وعممناها على كل المدارس رسميا بالضبط. وجود ايضا السنه هذه يعني وجود اللجنه التنسيقيه اللي تجمع بين التقييم والتعليم على أساس أنه يكون فيه التوازن موجود على مستوى المجلس. هذه ساعد كثير يعني لما يصير مثلا مدرس عنده ضعف في نتائج طلبته وبالتالي قد تكون عنده بعض الممارسات الخطأ، طيب تعال مع صاحب الترخيص ويضعون الخطط العلاجية. قد المدرس يحتاج شيء من التطوير وقد الطالب يحتاج أن نعزز عنده. ويمكن عبد الله يعرف هذا الشيء عندكم عبد الله، يعني قد تكون بعض الأمور العلاجية على مستوى فردي أو على مستوى مجموعة الطلاب أو على مستوى المعلم بالضبط أو يعني حتى المعلم. هل أنا أقول يعني إحنا عندنا نوع من الدراسة في نتائج الطلاب ونشوف على مستوى المعلمين على مستوى المعلم والصفوفة على مستوى الطلبة على مستوى أداءات المعلم نفسه على مستوى المعلم وكم زيارة زرناه المعلم يعني وكم دورة أخذ مثلا. كل المستويات هاي في عندي تحليل حاليا عن نتائج في بوكلت. بس هذه أستاذ حسين يعني الكلام اللي تفضلوا فيه الإخوان الآن في ممكن بعض المعلمين يقول أنا عشان يرضون عني إدارة المدرسة وما حد يدقق علي خلني أمشي طلبة. هل فيه هذا الشيء يعني توقع؟ مو بالصورة هذه أبدا، لأنه هذا بيدخل الطالب نفسه هذا واللي يطالب هذا الأستاذ أو مجموعة الطلاب أو مجموعة صفوفه بيدخلون الامتحان الوطني بالضبط. يعني بيدخلون الاختبار العام التقييم الأول والثاني والثالث. يعني مو بهالسهالة أن الأستاذ ممكن يكون يغير أو يسهل. ترى المسألة مو مسألة أنه يعني الهدف من أنه أنا أرفع من مستوى التحصيل، يعني ممكن يصير أي لا سمح الله أي تجاوزات وبالتالي النتائج تكون مضللة. لا، أنا أبي أغرس في الطالب أنه هو يكون متمكن من مادته العلمية، أوفر لك كل السبل اللي أنا أمكن الطالب من مادته العلمية. يعني باستخدام يعني الآن الحمد لله رب العالمين يعني يمكن في المجلس عندنا قطعنا شوط كبير في مسألة تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في استخراج الإحصائيات وتحليل النتائج وما إلى ذلك. وأيضا ربطها يعني الطالب الآن في المدرسة المعلم يفترض أنه يكون قريب منك وإدارة المدرسة وإشراكه، يعني إحنا وصلنا إلى إشراك الطالب حتى نأخذ رأيه
ما عاد مثل السابق، حتى في مسألة الجدول المدرسي أو جدول الاختبارات وتوزيعه وإلى آخره. عن طريق شنو تأخذ رأيهم صار؟ من خلال الجداول، من خلال المدارس. بالضبط. إذا كان هل هذا مناسب لكم ولا؟ متى يحدث هذا؟ في البداية، في المنتصف، في كل قبل الاختبار. قبل ما يطلع الجدول الرسمي. هذا ولا يعطي شعور إنه هو جزء من المدرسة. بالضبط. هو يتوزع على الطلبة، يقترحون، يغيرون مادة. يعني هل هذا مناسب لكم ولا مش مناسب لكم؟ في الأخير أنا بأزيل من الرهبة وأعطيه ثقته. صحيح. بنفسه. إحنا نتكلم اليوم حتى مسألة استخدام التكنولوجيا التعليم، حتى في مسألة الإدارة المدرسية، في مسألة تواصل الطالب مع معلمة وهو في البيت إذا كان عندي معلومة وأنا أحتاجه وإلى آخره. يعني أنا أعتقد يفترض أن الطالب اليوم أنت شغلك الشاغل أنك أنت تدرس وتحقق النجاحات. كل السبل مهيئة لك إذا كان هناك يستشعر الطلاب أنه والله في قلق ما وقادرين أن إحنا نحقق له إياه، ليش لا؟ حتى يعني الآن إحنا تكلمنا الحمد لله رب العالمين، بداية العام الدراسي وضعت سياسة تقييم، واضحة المعالم. الآن في طور قد يكون يمكن عبد الله وصلكم الطلب أو لا، أو يمكن في الأيام القليلة، على أساس أن نستشف رأي الميدان شن هي الإيجابيات وسلبيات السياسة هذه، وشاركوا الطلاب يعطونا على أساس أن إحنا نقدر نعدلها أو ننقحها بما يتوافق. هذا هو المطلوب. صار حسين، أنا بعد ودي أضيف نقطة هنا صغيرة. ضيف نقطة وبعدين بسألك سؤال. نقطة إن يا جماعة إيش ما سوينا، كل هذه الإجراءات ممتازة ورائعة وكذا، ولكن نأكد على موضوع أن المعلم هو سر نجاحنا، نجاحنا كمجتمع، نجاحنا كأفراد، نجاحنا كأبناء، هو سر نجاحنا. المعلم الجيد. معلم الجيد، نعم. هو ترى كل هالإجراءات إحنا كبشر فنانين ممكن نقدر نغير فيها، نتغلب عليها، نتجاوزها، ولكن إذا كان عندنا معلم قوي، معلم متميز، سوف ينجح العملية التعليمية. صحيح. كثير من الدول ترى في إمكانيات أبسط بكثير من الموجودة عندنا، أقل بكثير من الموجودة من عندنا، ولكن ناجحين وجود معلم مميز، وإذن هو السر. وأنا أدعو نفسي وأدعو المجلس الأعلى وجميع العاملين إن خلنا نركز على هذا المعلم، خلنا نطوره، خلنا نقويه، إذا هو نجح إحنا نجحنا. والله أنا أعتقد أستاذ حسين يعني مسألة المعلم أنا أتفق معاك لهالسبب. يعني يمكن هو له الجانب الأكبر في اهتمام المجلس ببرامج التدريب اللي قاعدة تتوفر له. يعني يتوفر له جانب تدريبي في مستوى عمق المعايير والمادة على أساس أنه يكون متمكن منها، وأيضا في الجانب التربوي لم المجلس ما غفل هذا الشيء، بالعكس. لهالسبب إحنا يمكن نقول مع أبو عبد الله في مسألة أنه لما تظهر نتائج الاختبارات والتحليل اللي قاعد يصير، أنا ما أقف بس شنو احتياجات الطالب، تعال يا المعلم إيش ليش التدني اللي موجود عندك، وإيش هي البرامج التدريبية اللي أنا يفترض أن أنا أضعها لهذا المعلم على أرفع، هل عنده مشكلة في العمق المعرفي، في الجانب الأكاديمي، في الجانب التربوي، في إلى 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 آخره. قد تجد احيانا مثلا معلم متمكن من مادته ولكن عنده تاثير مثلا في الجانب ضبط الصف وخلافه، وبالتالي قاعد يتاثرون الطلاب، وقس على ذلك. صحيح. استاذ خالد قال النظافه اللي انا بقولها، ولكن باختصار انه المعلم يجب ان يستانس جدا على نتائج التحليل. نتائج التحليل في صالحه. صحيح. مثل ما في صالح الطالب، لانه ممكن تهيئ له دورات تدريبيه، وانتم تعرفوا دورات تدريبيه بفلوس على ما علمكم بالدورات هذه، لكن تقدم في المجلس حط المراكز التدريبية خلاص ما فيه مجانا، تقدم له هذه الدورات، ومش بس دوره في التحصيل، دوره في المناهج، دوره في ضبط الصف، دوره في اداره الصف واداره الموارد في داخل الصف وخلافه. الله يعينهم المعلمين والمعلمات. الله يعينهم. اخوي حسين، ايضا انا ودي حقيقه يعني باختصار ايضا نبي الان نتكلم عن دور الاسره، كيف تزيل الأسرة هذا القلق اللي صار عند بعض الطلبة، وأيضا حتى في بعض الطلبة عنده لا مبالاة، يعني هي على طرفي نقيض، بعضهم عنده فعلا لا مبالاة وبعضهم عنده قلق زائد، كيف تزيل الأسرة هذا القلق؟ ما هو دور رب البيت؟ ما هو دور الأم أيضا؟ خلينا أول شيء نقول مثل ما احنا نأكد على موضوع أن المعلم هو الأساس العملية التعليمية، وهو قادر بشكل كبير مع الأهل أنه يخلق هذا الدافع عند الطلاب. في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا لا يوجد دافع حقيقي للطالب أن يدرس. في كثير من الأحيان يقول ليش تدرس؟ يقول عشان أخذ شهادة. ليش تأخذ شهادة؟ أساس أتوظف. ليش تتوظف؟ هذه السلسلة المعتادة. لابد أن تعليمنا يرتبط
بشيء أكبر من كذي، برؤية قطر 2030، بمسؤولية وطن، بمسؤولية أمة، بنجاح مجتمع مرتبط بالتعليم. أذكر كنت في بريطانيا أدرس، كان في طلاب من كوريا الجنوبية، فما شاء الله أميز طلاب كانوا معنا طلاب كوريا من كوريا الجنوبية، كلهم شنو سر نجاحكم؟ فيضحك يقول لي أنتم عندكم وايد أشياء، عندكم ثروات طبيعية في المنطقة العربية، في منطقة الخليج، إحنا ما عندنا إلا عقولنا، إذا ما اشتغلنا على عقولنا ما عندنا حل. وفعلا الحين لو تشوف نجاحات سامسونج وكيا وهذه الشركات، نجاحات رهيبة في سنوات قليلة، قدرت تتغلب على دولة مثل اليابان، دولة مثل أمريكا، وتنافسها بقوة. إذا هو شغل على العنصر البشري، فإحنا محتاجين نزرع في أولادنا هذا الشيء. ترى أنت ما تروح المدرسة فقط عشان هذه الشهادة اللي بتأخذها آخر السنة ونعطيك شوية هدية ولا نسوي لك حفلة صغيرة عن النجاح، لا، محتاجين نربطها بمستقبل هذه الأمة، مستقبل أسرتك، مستقبل مجتمعك، مستقبل بلدك، مستقبل أمتك، مرتبط بتميزك أنت، بنجاحك أنت، بقدرتك على أنك تقدم شيء، يعني خلينا نسميه تكون إضافة هذا المجتمع. ما تكون رقم مثل الناس. كم تخرجوا؟ 10,000. 10,000 طلعوا في السوق اختفوا. نبيك أنت تكون من 10,000 أو واحد أو اثنين من الناس اللي يغيرون، اللي يأثرون. هذا الفهم العميق لموضوع التعليم حقيقة بيسوي نقلة. يعني محتاجين احنا كتربويين، كإعلاميين، كل المجتمع يشتغل على هذا المبدأ، انه والله التعليم يا جماعة ليس شهادة، التعليم ليس وظيفة، التعليم هدف كبير، هدف سامي، تغيير في المجتمع. احسنت مشاهدينا الكرام، ايضا قبل الدخول الى فاصل نذكركم بالتواصل معنا لتقديم المبادرات والحلول وطرح المواضيع من خلال العناوين التي تشاهدون الان على الشاشة. مداخلاتكم نقدرها وسنأخذ بها، أما الآن نذهب إلى فاصل قصير، خلوكم ويانا. أهلا بكم من جديد في هذا المحور، وهو حقيقة المحور الأخير في حلقتنا، وعادة ما نناقش فيه ما توصلنا إليه من مبادرات طرحت خلال الحوار مع ضيوفنا الكرام. لكن خلونا نرجع قبل ما كنا، يعني قبل هذا الفاصل كنا نتكلم عن الأهل ودور الأسرة. الكل يعني يلقي اللوم دائما على المدرسة وعلى المعلم وعلى النظام التعليمي، لكن أين دورنا نحن كأولياء أمور في أيضا تخفيف الضغط الامتحانات؟ ما هو دور الأسرة مع المدرسة أيضا لتحفيز الطالب؟ أستاذ حسين، هل في من كلمة في هذا الجانب؟ أكيد، أنا اللي ودي أقوله إن الأسرة هي أصل ومحور العمل التعليمي. يعني مسؤولية الأسرة مسؤولية أساسية، مش مسؤولية المدرسة، مش مسؤولية قطاع التعليم، الأسرة هي رقم واحد في موضوع العملية التعليمية، بعدها يجي كلهم. فما تقدر الأسرة تقول احنا مو مسؤولين، لازم المدرسة تسوي، لازم المجتمع يسوي، نقول لا، احنا نبدأ بالأسرة، بالأهل اللي هم نواة المجتمع هذا. إذا لم تنضج هذه الأسرة، لم تنجح هذه الأسرة، لا تستطيع أن تواكب ما يحتاجونه الأبناء، فهنا يبدأ الخلل. كل مدرسة اللي تسويه نعم هذا ممتاز، جزاهم الله خير، ممتاز، ولكن إذا ما في استقرار أسري، ما في ثبات أسري، ما في متابعة أسرية، بعد ذلك العملية تكون ممكن للأسف قد تضيع. تفضل. أستاذ درعا تسمح لي، يعني مسألة موضوع الأسرة، بس قبل لا نروح حق أساس ما تغيب الفكرة، قبل نروح لموضوع الأسرة، الأستاذ حسين تفضل إلى مسألة الدافعية عند الطلاب، وهل موجود الدافعية؟ أنا أعتقد يعني الحمد لله الفضل والمنة عيالنا ما ينقصهم شيء، سواء كان من الأمثلة اللي تفضل فيه الأستاذ حسين، يعني إحنا نعيش اليوم العصر الذهبي للتعليم بالإمكانيات المتوفرة. يعني الدولة وفرت، سخرت كل إمكانيات للتعليم، ونسأل الله إن شاء الله أن احنا ننجح في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بالرقي بالطالب أو المواطن القطري. مسألة الدافعية ترى هي أحد مشاريع الاستراتيجية اللي يشتغل عليها المجلس الأعلى للتعليم، ونسأل الله إن شاء الله، يعني نحن نقول الدافعية لكن ما قيست بالطريقة الصحيحة، ما نبي نضع اللوم، كل واحد يضع اللوم على الطرف الآخر، لكن من خلال مشاريع الاستراتيجية المعنية فيها المجلس الأعلى للتعليم هي أحد المشاريع.
في الجانب الثاني موضوع الأسرة، أنا أعتقد الأسرة أصبحت شريك بوجود الأداة التشريعية لها من خلال القرار سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه في مسألة مجالس الأمناء. أصبح اليوم ما عادت يعني الأسرة، أنا أتذكر الواحد بس ما يبي يكبر نفسه، ولكن من أيام في التعليم في السنوات السابقة أصبح يعني ممكن تكون عند ولي الأمر أو الأسرة بعض المشاركات، لكن ما كانت تأخذ على محمل الجد. إحنا اليوم نتكلم أن مجلس أمناء موجود ضمن هيكلية المدرسة، وبالتالي هو شريك لكل ما يحدث داخل المدرسة إذا كانت هي في الاتجاه الصحيح ولا لا. بس الجانب اللي إحنا نعانيه ويمكن يعانون الأخوان أصحاب التراخيص في مسألة تواصل كل أولياء الأمور من خلال إن كانت على مسألة الاجتماعات اللي تعقد أو من خلال المعايشة. أنا إذا تم ترتيب لاجتماع ما يمنع أن أنا أروح للمدرسة وأسمع إيش بتقدم لي المدرسة، إيش البرامج اللي عند المدرسة، وإيش الرسالة اللي تبي توصلها المدرسة. هذا التفاعل، هذا الحراك اللي يصير بين المدرسة والأسرة، أنا أعتقد أن إحنا ممكن نتجاوز كثير من الصعاب أو نحط حلول لكثير من التحديات اللي نعانيها في طلابنا. يمكن الطالب متفوق لكن في مشكلة ثانية، يمكن سلوكيا كويس لكن عنده مشكلة معينة. إذا ما وقفت الأسرة مع المدرسة على المشكلة اللي يعاني فيها الطالب، يا أخي يمكن إذا ما سمعت للطالب وما سمعت للمدرسة، يمكن المدرسة يا أخي ما فيها من الأشياء المحببة. صحيح. إذا ما تفاعلنا مع بعض ما راح نصل. أستاذ غلوم، أنا معلش أنا أعرف أنك تعقيب بس أن الوقت يداهمنا. أنا ودي أيضا شيء قريب من موضوع الأهل. الآن لجوء لا زال بالرغم من الكلام اللي قاعدين نسمعه وتقدم التعليم والمعلم والآن والمدارس توفر كل شيء داخل المدرسة، لكن لا زالت مسألة الدروس الخصوصية موجودة وتعتمد عليها الأسر، يمكن مش أيام امتحانات، من أول السنة لين آخر السنة. الدروس الخصوصية سلاح ذو حدين، يعني قد تستخدم في جانب إيجابي لتحسين معدلات طالب مميز، لرفع إمكانات طالب يطمح للأفضل جدا، لكن إذا كانت الدروس الخصوصية بديلة عن دور المعلم في المدرسة والمدرسة نفسها، فأظن أنه بيكون سلاح غير صحي وسلاح يمكن يكون ضار بأبنائنا، لأنه العملية التعليمية ليست مبنية فقط على لو تعطي اشترار المعلومة. لو تعطي نسبة بعطيك. لا أعطني نسبة، إيجابي ولا سلبي؟ والله النسبة الإيجابية إيجابي أقل من سلبي، لأن نسبة أيضا يعني في كيرف الرسم البياني دائما المتميزين قلة، والسواد العظم في النص، وذوي الدعم الاحتياجات الخاصة أيضا قلة، فالأكثرية اللي في النص هم المشكلة. إذا استخدموا الدروس الخصوصية هنا الكارثة، هنا المشكلة. وأيضا المعلم، يعني هل المعلم بيكون فاضي أستاذ غلوم؟ المعلم ممكن الوقت يكون كله بيكون فاضي كل الوقت أن يؤدي دور الصباح فعلا كما يجب؟ هنا المشكلة، هذه المشكلة الأساسية. أما أرجع مرة ثانية، لما يكون في قلة زين ممكن يستدعي أنه يعتمد أو يلجأ إلى درس الخاص بشكل من الأشكال خارج المدرسة، مؤسسات تدريبية، مؤسسات تعليمية. لكن أرى أنه لما تكون الحكاية يتعلم الطالب عن طريق المدرس الخاص هنا الكارثة، لأنه المدرسة تقدم أكثر من أمر، يعني تقدم التعليم وتقدم القيم وتقدم التجربة وتقدم البحث العلمي وتقدم الأمور هاي كلها يجب أن يلم بها يعيشها الطالب في داخل المدرسة. بس عبدالله صدر اسمح لي اللي تفضل فيه هذه، احنا خلينا نقول أن طلابنا عندهم حاجة. الحاجة هذه قد يستشعرها الطالب أولي الأمر أنه هو محتاج إلى المدرس الخصوصي. إذن شنه البديل اللي وفره المجلس؟ المجلس وفر الدروس الإثرائية اللي تحدث داخل إطار المدرسة ضمن ضمانات معينة، ضمن ضوابط معينة، ويختار لها المعلمين. يعني الإخوان أصحاب التراخيص يختارون المعلم اللي قد يكون متميز لتقديم هذه الخدمة للطلاب اللي هم في حاجة، وهم سواء كان طالب متميز أو طالب ضعيف. يعني عوضا عن أن أنا أقول ما في البديل، فالطالب قد يحتاج، لكن طالما توفرت هذه الخدمة فالخدمة أن تكون ضمن إطار مقنن هي أكيد. صحيح. ما في شك هذا البديل المتواجد أستاذ درع برضو في داخل المدرسة يمكن يكون الترف
وزيادة الرفاه عندنا ما يحبذ هذا البديل الداخل المدرسة، إنما يحبذ الطالب إنه يكون في راح على راحته وقاعد في بيته، حتى الأسرة مو فاضي يروح يوصل ويجي. لكن بشكل عام نحن كتربويين ضد الدرس الخاص خارج إطار جدران المدرسة بشكل عام، لأنه المدرسة هي مجموعة حياة ومجموعة تجارب متنوعة وعديدة جدا، لا ليست فقط عملية استذكار واسترجاع المعلومة. أستاذ حسين، إحنا الآن يعني تقريبا خرجنا ببعض المحاور الكبيرة اللي تمخضت عنها بعض المبادرات، من ضمنها يعني عدم خلق جو من التوتر، مفروض الأسرة لا تخلق جو من التوتر، ضرورة تآزر المدرسة مع الأسرة، الوقوف زي ما قال الأستاذ خالد على رأي الطالب من خلال جداول الامتحانات وأخذ رأي الطالب ومعناه إشراك الطالب في المحور العملية التعليمية، استخدام الجانب التحفيزي أيضا للطالب، تخفيف الضغط على الطالب أنه ما يكون عنده. لكن أنا بسأل أيضا سؤال يعني من ضمن المبادرات، يعني أيضا هل هناك الآن وإحنا مقدمين وأثناء امتحانات، هل هناك إرشادات معينة تساعد الطالب على الاسترخاء للطالب نفسه؟ أبي 1 2 3. جيد، إذا تبي 1 2 3 خلنا نقول ببساطة، هذا طالب إيش يحتاج؟ يحتاج أول شيء يثق في نفسه، إن أنا بروح الامتحان بقدم بشكل جيد وبجتاز. فهذا إحنا نحتاج نهيئ للأمور، ما تيجي في ليلة وضحاها، ما يجي أقول ترى بعد أسبوع عندك امتحان يلا شد حيلك أدرس تخلص. محتاجين ننظمها من البداية، خلينا نقول أول أسبوعين ثلاثة من بداية الدراسة، بعدين خلاص يبدأ الطالب عنده جدول واضح مرتب، متى ما جاء امتحان، مثل ما يقول الأستاذ غلوم، متى ما جاء أي امتحان هو جاهز. ما هي ليست وصفة سحرية يقوم في الليل يدرس في الليل يقوم الصبح خلاص يروح يقدم، لا، هي عملية تراكمية. احنا لا نبحث عن طالب يحشو المعلومات في راسه ويقدمها ثاني يوم وينساها. يعني يقولون في موضوع قوة الدماغ، دماغنا قوته عجيبة، في 100 مليار خلية عصبية، ولكن هذه الخلية لا تشتغل في ليلة وضحاها، تحتاج جهد. يقولون إذا راجع الطالب بعد يوم، راجع بعد أسبوع، راجع بعد شهر، تثبت عند المعلومات بطريقة قوية جدا، وبالتالي متى ما طلبوا منه اختبار، متى ما طلبوا منه كويز جاهز. إذا هي عملية تراكمية، متابعة أهل، متابعة مدرسة، واجتهاد طالب، هي ببساطة يعني خلطة بسيطة ومهمة. طيب احنا كلمة ايضا بسيطة. الأسرة تهتم. استاذ غلوم، عندي سؤال ايضا على اساس ما ننسى، ايضا كثير سألونا عن موضوع الامتحان في الكتاب كامل، ليش الامتحان في الكتاب كامل؟ هذا يزيد القلق ايضا لدى الطالب والمعلومات. يقول كذا المعلم، يعني من الاشياء الطرفه، يقول اذا المعلم ما يتذكر اصلا الفصل الاول، شلون تبي الطالب يتذكر الفصلين؟ جواب ابي جواب من الاثنين ومختصر، لان انا بعد يهمني الجواب. بعد الجواب انه كل فصل له كتابه، ومن ثم الاختبار الوطني عباره عن قياس لكل المهارات وكل المعايير اللي درس الطالب في هذا العام برمته من طوله، كل العام الدراسي، لانه الاختبار الوطني ما يعتمد على استرجاع المعلومه بقدر ما هو معرفه المهاره اللي فهمها الطالب او وصل لها او ما زالت في ذاكرته من بدء العام الدراسي الى الان. وقد تبنى بعض الاسئله على مهارات سابقه في المرحله الابتدائيه وابتدائيه في كنا في المرحله الثانويه. يعني ملائمه المعايير وقياس مستوى فهم الطالب للمعايير. هي المساله، ترى احنا ما نتكلم على ان نهيئ طلابنا فقط لاختبارات مدرسيه وفقط، ولا عندنا مساله، احنا عندنا معايير عام دراسي، المعايير بشكلها قد تكون يعني حلزونيه مبنيه، المعايير اللي بيدرسها الطالب مثلا على سبيل المثال في الصف الرابع الابتدائي في معايير لازم يكون متمكن منها على اساس انه بياخذها في الخامس وهلم جره. لازاله هذا القلق، وايضا نرجع مره ثانيه نقول التوتر، الخطه التعليميه، ويمكن عبد الله متابع باعتباره صاحب ترخيص ويتابع العمليه في هذه الآن، الدروس اللي ضمن الخطة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني المعلم ملزم مطالب أنه يسترجع للطالب خلال الحصة الدراسية ما درسها الطالب في السابق ويواصل معاه خطته، بحيث أن الطالب يكون مرتبط معاه فعلا هذا صاير. نعم بالضبط، هذا اللي احنا نتمناه، يعني احنا نتمنى أنه فعلا يصير. جزء من خطة، نسألكم أستاذ حسين، هذا جزء من تخطيط الحصة أنه يقدم كام؟ لا هي أصلا الاختبارات الوطنية أو اختبار التقييم التربوي الشامل والشهادة في معايير العام الدراسي بالكامل، احنا نتكلم عالميا في المعايير بشكل كامل، لكن على أساس إزالة الرهبة السنة هذه صارت تنسى
التنسيق في عملية أن الخطة التعليمية بحيث أن الطالب ما درسه في الأشهر السابقة يحضر له المعلم في حصته يحضر يسترجع المعلومات اللي أخذها الطالب ويواصل معاه المعلومة الجديدة بحيث أن الطالب ما يكون فاقد. إحنا ما نتكلم على طالب أن درس حفظ شيء نساه قطة ورا ظهره، لا إحنا يفترض أن تكون متمكن من المادة الأكاديمية بحيث أن للسنوات القادمة للمستقبل تثبيت المعلومات متعلم دائم. الوقت يداهمنا على أساس الوقت. تفضل حسين إذا عندك شيء تضيفه. والله يعني احنا في فعلا الحمد لله فضل عز وجل كنت بتكلم عن موضوع الاختبار كامل يعني كامل أوكي. نعم انا يعني كنت ابي افهم بالضبط ايش المغزى من هذا الموضوع. طيب في هذا الموضوع والله لا. تجربه جديده احنا عاشرناها وعايشناها ايام ثانويتنا، يوم يعني كنا قدمنا ثانوي كان كتاب كامل، كان في نوع من الضغط صراحه. فخلينا نشوف التجربه قبل ما احكم هي جيده او سيئه. اذا كان التركيز على المهارات مش على المعلومه فقط، هي مهارات. مش حفظ مش تلقين، ربما تكون ناجحة. كم النسبة فيها؟ 30%. هي تقيس هي مسألة في توزيع الدرجات 70 إلى 30. 70 اللي هي الاختبارات المدرسية وثلاثين في المية المدرسية المقننة المحكمة. بالضبط. مش مدرسية يعني بحتة. يعني أيضا اختبارات التقييمات الثلاثة شبه موحدة بين المدارس في الروح. نعم. أو في البنية أو في البناء. بس تضعها المدرسة. تضعها المدرسة بين المحكمين يوافقون على هذه الأسئلة. من اللي يوافق عليها؟ محكمين المدرسة. التقييم. إذا تقريبا كل المدارس متساوية. أساسي نقول إن الاختبارات المدرسية هي تحاكي الاختبار التربوي الشامل. مسألة على أساس أن أضمن أن كل الاختبارات وضعت بمقياس واحد على أساس التحليل والاستخلاص النتائج تكون فيها مصداقية وتنحط البرامج. نعم. أتمنى التوفيق لهذه التجربة وإحنا بنتابعها حقيقة يعني. إحنا أيضا نتمنى التوفيق أيضا لطلابنا وطالباتنا في امتحاناتهم. في الختام حقيقة نأمل لجميع طلابنا النجاح، ما نقول النجاح فقط، نأمل لطلابنا التفوق بإذن الله تعالى في امتحاناتهم لهذا العام وفي كل عام أيضا. وعلينا أن لا ننسى أن طلابنا هم أجيالنا المقبلة، وأن كل منا يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في العملية التربوية. أختم بمقولة: نحن نختبر لنتعلم ولا نتعلم لنختبر. نترككم بأمان الله ورعايته، وإلى حلقة جديدة من برنامج الشور الأسبوع المقبل في أمان الله.